دشنا مكتب الصحة العامة بمحافظة مأرب دورات تدريبية تنفيذا لحملة التحصين ضد شلل الأطفال المقرر انطلاقها يوم الأحد 25 من فبراير الجاري بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسف. وتستهدف الدورات رفع مهارات المتدربين على إعطاء اللقاح للأطفال المستهدفين، والبالغ عددهم 96 ألف طفل وطفلة منذ الولادة وحتى الخامسة من العمر. كما يتلقى المتدربون مهارات الاتصال والتواصل في حملة التوعية وإعداد التقارير والتوثيق وخطط سير العمل الميداني. وخلال افتتاح الدورة الذي حضره نائب مدير عام الصحة للشؤون الفنية ناصر السعيدي والمشرف المركزي للتحصين الشامي داود ومدراء الصحة ومشرفو التحصين، أكد مدير عام مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي أهمية الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال والمسؤولية على عاتق جميع العاملين في نشر الوعي الصحي في أوساط المجتمع. وحث المدربون والمتدربون على أهمية الإعداد والاستفادة الجيدة من المعارف التي سيتلقونها خلال الدورة بما يحقق التنفيذ الدقيق للخطة الميدانية ولضمان الوصول إلى جميع الأطفال.